لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نصر الله تعالى وقته أبي الزوج المبارك في فقه الحدود والجنايات. وقلنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن حد الخمر ولم نكمله، وسنكمله اليوم بإذن الله تعالى. وصلنا إلى وسائل إثبات حد الخمر، وذكرنا أن حد الخمر يثبت بالشهود كما هو معلوم بشهادة اثنين إذا توفرت فيهما الشروط التي ذكرناها في الشهود في حد الزنا والقذف كما سبق من العدالة وغير ذلك. والوسيلة الثانية هي الإقرار. الوسيلة الأولى أن يشهد شهيدان عدلان توفرت فيهما يعني شروط قبول الشهادة، لأن هذا قد شهد خمرا فيقام عليه الحد بناء على ذلك. الوسيلة الثانية الإقرار، أن يقر على نفسه أنه قد شرب الخمر إذا توفرت أيضا شروط الإقرار المعتبرة من كونه بالغا عاقلا إلى آخر ما هنالك كما ذكر. طيب، عندنا بعد ذلك وسائل أخرى اختلف العلماء فيها، منها الرائحة. يصدر يعني يشم من فمه رائحة الخمر، فهل تصلح هذه الرائحة دليلا على أنه قد شم الخمر مما يستوجب إقامة الحد عليه أم لا؟ قالت العقوبة المقررة حد أم لا؟ ذهب الحنفية والشافعية، وده القول الراجح عند الحنفية والشافعية والقول الراجح عند الحنابلة، إلى يعني أن شرب الخمر لا يثبت بالرائحة، وعليه فلا حد عليه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد وضع الخمر في فمه ثم تبين أنه خمر خطأ فمجه ولم يبلعه، أو دفع به غصة أو نحو ذلك من الاحتمالات. ونحن قد ذكرنا قبل ذلك أن الحدود تضرأ بالشبهات، كما هو معلوم. ذهب المالكية وقول آخر مرجوع عند الحنابلة إلى، وده اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن رائحة الخمر إذا بدت من إنسان وشهد شاهدان إن دي رائحة خمر، يعني مش رائحة شيء آخر شبيه بالخمر، إنما شهد اثنان إن دي رائحة خمر. انتبه هنا إن الشهادة المقصودة هنا ليست أنه قد شرب الخمر، لا، إنما يشهد شاهدان بأن هذه الرائحة رائحة خمر. انتبه معي. فقالوا لذا يصلح دليلا لإقامة الحد، وذكروا بعض الآثار التي وردت في ذلك ولكن الحقيقة القول الراجح القول الأول، لا سيما مع نفيه، لأن الحدود تضرأ بالشبهات. طيب، عندنا من الوسائل أيضا في إثبات حد الخمر التقيد، أن يتقيأ خمر. واحد تقيأ أمامنا خمر، تقيأ يعني قاء يعني ما أكله أو ما شربه، فده بيسمى إيه؟ القيء طبعا عن غير عام، لو استقاء يدل على عام، تكلف إخراج ما في بطني ده اسمه استقاء، ماشي؟ لأن ده استدعى الفعل، السين والتاء بتدل على الطلب، استدعاء الفعل. ده عندنا الفرق بينهما في الصيام، ان من زرعه القيء يتم صومه، اما من استقاه فليقضي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بينهما ان المتقيئ لم يتعمد، زرعه القيء غلبه، بخلاف من استقاء اي استدعى القيء. واضح؟ طيب، واحد بقى تقيأ خمر،
هل هذا التقايض أو القيد يصلح أن يكون وسيلة من وسائل إثبات الحد ومن ثم يعني إقبالك إلحاق العقوبة به أم لا؟ الجواب أنه قد ذهب الحنفية وجمهور الشافعية وهو قول للإمام أحمد إلى أن عقوبة الشرب لا تثبت بالتقيد، ومن ثم لا يقام الحد على من تقيد خمرا لاحتمال كون هذا الشرب غلط إنه شربه على سبيل الخطأ فتقيد أو إكراها أو كان لدفع غصة أو نحو ذلك من المسقطات أو الأعذار من الأعذار المسقطة للحد. طيب، ذهب المالكية وهو المختار عند الحنابلة ورجحه الإمام النووي من الشافعية إلى أن القيد، نبي معي، إلى أن القيد وسيلة من وسائل إثبات الحد عقوبة على جريمة الشرب. تبي معي صاحب المغنب يقول اخبارك ورواية أبي طالب تدل على وجوب الحد هنا بطريق الأولى، يعني اللي هو أوجب بالرائحة هيبقى بالأولى التقيد، لأن احنا الرائحة ذكرنا أن من الاحتمالات في رائحة الخمر أن يكون وضعه في فمه ثم مجه ولم يشربه، القي هنا لا، شربه دخل بطنه ثم، فده يبقى أولى. فمن قال بأن الرائحة خدت بالك، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة، من هذه الأدلة ما رواه المغيرة عن الشعبي قال لما كان من أمر قدام مكان جاء علقمة فقال أشهد أني رأيته يتقيأه يعني تقيأ ليه الخمر، فقال عمر من قاها فقد شربها، فضربه الحد من قاها لأنه بالتأشير هذا يقين شرب وإخراج ما في بطنه فقد شربها. كذلك ما رواه حسين بن المنذر يقول شهدت عثمان وقد أتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه عمران، ده مولى سيدنا عثمان مذكور طبعا حتى في حديث عمران مولى عثمان حديث حديث طيب، ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، ده اختلاف، لا مش اختلاف، لأن عثمان قال إنه لم يتقيأها حتى شربها، فده مش اختلاف. فقال لعلي ماشي، فقال لعلي أقم علي الحد، فأمر أخبرك أنا عبد علي وعبد الله بن جعفر فضربه، وده كان بمحضر من من علماء الصحابة ولم ينكر، فكان إجماع ماشي. ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها ولو لم يتقيأها، فلما التقيؤ كمان زاد على يعني مجرد الشرب، مجرد الشهادة عليه بالشرب تثبت ليه الحد. طيب القيؤ إثبات للشرب أم لا؟ إثبات للشرب لأنه خرج من بطنه. طيب ماشي، ولذلك ده رجحه الإمام النووي وما ذهب إليه مالك رحمه الله، ورجحه الإمام النووي ماشي وقال النووي رحمه الله ودليل مالك هنا قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في الحديث، واضح المذكور في الحديث، وقد يجيب أصحابنا بأن عثمان علم بشرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود، يعني البعض يرد على ذلك في مسألة طيب إنه علم بشربه فقضى بعلمه، ودي مسألة احنا خدناها بباب القضاء إنه هل القاضي يحكم بمجرد علمه أم لا، اللي كان حاضر معنا في كتاب القضاء ماشي يحضر مجرد العلم له أن يحكم بعلمه أم لا، مسألة خلافية طبعا لست الآن بموضوع التفصيل. فبقول لك إنه هو هنا البعض بيرد على ذلك يقول والله ده إنه لعل عثمان كان يعلم أنه شربها فحكم بعلمه وليس بما ثبت من تقيؤه، ولكن هذا تأويل ضعيف، هذا تأويل ضعيف، وظاهر كلام عثمان يرد هذا التأويل، وهو الراجح. يبقى عندنا الراجح إنه إذا تقيأ الخمر يقام عليه الحد، وهو مذهب مالك
والمختار عند غير إقبال الحنابلة، ورجحه الإمام النووي رحمه الله من الشافعية، وأدلة هذا القول قوية، أدلة هذا القول قوية، ولذلك هو الراجح إن شاء الله. يبقى احنا مسألة التقيؤ، إذا تقيأ خمرا الراجح إنه يقام عليه الإيه؟ الحد. طيب بنتكلم بقى في حالة إذا وجد، مسألة أخرى، حالة الوجدان، إنه إذا وجد في حالة سكر، وجد هذا الإيه؟ الإنسان في حالة سكر، هل هذا الوجدان يكفي في إقامة الحد عليه أم لا؟ الحنابلة ذهبوا في المعتمد من أقوالهم إلى حد من وجد في حالة سكر، لأن السكر لا يكون إلا بعد الإيه؟ السكر أثر من آثار الإيه؟ آثار الشرب، آثار الشرب. ونفس الأدلة اللي ذكرت ماشي في إثبات العقوبة بالقيء تصلح أدلة في إثبات العقوبة بماذا؟ بالسكر، بالسكر. القيء أصل نتيجة، نتيجة شرب، لأنه أخرج ما في بطني، والسكر أيضا نتيجة إيه؟ نتيجة للشرب، وقد وجد سكران فيقام عليه الحد، وهذا هو الراجح خلاف الحنفية وغيره. هذا هو الايه الراجح في هذه المسألة، ان من وجد سكران يقام عليه الايه الحد، يقام عليه الحد. طيب بعد كده عندنا بقى مقدار حد الخمر. ننتبه، مسألة من المسائل المهمة جدا اللي تحتاج الى ايه، الى يعني فيها طبعا مع تفصيل بقى. عندنا يا جماعة ده الكلام في مقدار حد الخمر يتضمن مسألتين، المسألة الأولى بيان مقدار الحد عند الفقهاء، ومسألة الزيادة على الحد، وهل هذه الزيادة فتصبح يعني دليلا، تصبح دليلا لمن قال إن عقوبة الخمر ليست حدا وإنما عقوبة تعزيرية. عقوبة إيه؟ تعزيرية. تعالوا نشوف الكلام. اختلف الفقهاء في مقدار الايه حد الخمر، وسبب الاختلاف ان القران الكريم لم يحدد ايه؟ لم يحدد لنا مقدارا معينا لحد الخمر، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مقدارا معينا، حيث كان يضرب القليل والكثير، يعني الكثير، ولم يزد عن 40، هو ما زادش عن 40 جلده، لكن كان ايه يضرب شارب الخمر في بعض ادله اخرى لم تحدد. كان منا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بصوته، وده طبعا امر ما نقدرش نحدد الايه العدد، لكن على كل لم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زياده على 80 على 40 ايه 40 ايه جلد. طبعا حصل بعد كده ان سيدنا عمر زاد على الايه، ايوه، اوصله الى 80، اوصله الى 80 ماشي، جلد الشارب 80، وقال ان من شرب خد ايه يهدي، شرب يسكر وفي حاله السكر ها يهدي، ومن هذا افترى، يعني يرمي غيره اي كلام، لان في حاله هذا قال وحد المفتري كام؟ الوحد القذف مفتري 80، ف يعني الحقه به وجلده 80. قال ولم يعترض عليه احد، لم ينكر عليه احد، فكان ايه اجمع. ماذا بقى؟ تعالوا نشوف مذاهب العلماء في هذا، مذهب المالكية والحنفية ماشي، وهو القول الراجح عند الحنابلة، وبه قال الأوزعي والثوري إلى أن حد هو أن حد الخمر 80 جلدة للحر، واستدلوا لمذهبهم بما يلي، استدلوا لمذهبهم هذا بما يلي. ده عندنا مذهب جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى أن حد الخمر 80 جلدة، مستدلين بما يلي. اولا ما رواه البخاري من حديث السائل بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرتي ابي بكر، يعني فتره ولايه وخلافه الصديق رضي الله تعالى عنه، وامره ابي بكر ماشي، وصدر صدرا من خلافه عمر، صدر أول فترة في خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. لما وجد الإيه؟ أمر بينتشر والناس يتجرؤون والجريمة تزداد، جلد سيدنا عمر كام؟
ثمن طيب. ثم استقر الامر على ذلك. وجد دلاله فين؟ انه عايز يقول انه استقر على هذا ولم ينكر عليه احد من الايه؟ من الصحابه، من الصحابه كان طيب. ما رواه مسلم عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجليد والنعام، ثم جلد ابو بكر 40. فلما كان عمر ماشي ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ارى ان تجعلك اخف في الحلول. اخف في الحلول كام؟ حد القصر 80. فجلد عمر كام؟ 80. 80 ماشي يا جماعه. فجلد عمر 80. طبعا الدلاله هنا بايه؟ ان دي استشاره حصلت على مسمع ومرأة من الايه؟ من كبار الصحابة، ولم ينكروا ذلك، فكان إجماعا على أن الحد كم؟ 80 ماشي. وعمر كتب إلى خالد وأبي عبيد بالشام بهذا المقدار، وعلى هذا القول جماعة من التابعين وجمهور فقهاء المسلمين ماشي. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخر ما يعني إيه ورد. فكان ده صار اجماع، ولا ده خلاص اصبح سنه خلفاء اهو. ثانيا ان ده اجماع من الايه؟ من الصحابه، مبني على استشاره لاكابره في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فبناء عليه قالوا كل هذه الادله تفيد بان حد الخمر كام يا جماعه؟ 8. حد الخمر ايه؟ 8. واضح؟ طيب عندنا بقى الشافعيه والظاهريه قالوا والله لا، ده القول ده اخبارك وده القول المرجوع عند الحنابلة. قالوا ان حد الخمر 40 جلدة للحر، 40 جلدة لايه؟ للحر ماشي. وقالوا ان الزيادة هنا ان ايه؟ زيادة تعزيرية متروكة للايه؟ للامام. ان دي زيادة تعزيرية متروكة من حق الامام انه يعزر. فقالوا الزيادة على 40 دي زيادة تعزيرية متروكة للايه؟ للامام. إن شاء عزر وإن شاء لم إيه؟ لم يعزر. طبعًا قال والله اللي عندنا النبي جلد 40 وأبو بكر جلد 40 عمر زاد 80، يبقى دي كان إيه؟ من باب التعزير. ومن ثم فالزيادة على 40 زيادة إيه؟ تعزيرية. واضح؟ الزيادة ديت متروكة للإمام إن رأى الإمام أن إيه؟ أن يزيدها زادها، وإن لم يرى ذلك لم إيه؟ لم يفعل. واضح؟ طيب يبقى انا عندنا ايه اهو الاختلاف بين العلماء. الحقيقه ان قول الجمهور اقوى ايه من حيث الايه؟ من حيث الادله والنظر، من حيث نقلوا ده اجماع سنه الخلفاء مبني على استشاره عمر للصحابه، مبني على استشاره عمر ايه للصحابه. واذا كان في زمن ان الصحابه رضوان الله عليهم والناس قد تجرأوا ورأى، فما بالك بالأزمنة التي تلي هذه الايه؟ الأزمنة، فما بالك بها؟ فلا شك أن 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 الناس يكونون أخف ديانة وأضعف التزاما وأشد جرأة. فبناء عليه بل القول الراجح وما ذهب إليه الجمهور في هذا. لكن تعال إن هل بقى هذا الذي حدث فيه يجعلنا نرجح ان ده حد من حد ولا عقوبه تعزيريه؟ ها عقوبه تعزيريه والحقت بالحدود ب 80 جلده يعني. طب ايه السبب او ايه ده الخلاف اللي منشا الخلاف؟ لماذا نشا الخلاف في كون حد الخمر هل هو حد ام عقوبه ايه؟ تعزيريه. نشا يا جماعه ان الحد كما ذكرنا عقوبه مقرره شرعا، لا ينبغي لا يجوز لاحد ان يزيد منها او ايه؟ أو ينقص. والخمر ليس عندنا فيه نص يحدد ايه؟ عقوبته، يحدد عقوبته. فمن قال هذا راى هذا قال والله هذا ليس ايه؟ قال بانه ليس حد بل عقوبه تعزيريه. واللي راى النبي جلد فيه وكان 40 قالوا حد. وفي الحقيقه بالنظر الى القواعد والادله في هذا الباب نجد ان القول الراجح انها عقوبه تعزيريه، عقوبة تعزيرية وليست حدا، لأن الحد عقوبة مقررة شرعا، مقدرة شرعا، وليس لأحد أن يزيد منها فيها أو ينقص منها. وعليك القول الراجح بأن حد الخمر عقوبة تعزيرية،
عقوبة تعزيرية وليست حدا، لأن لو كانت حدا لما زيد فيه بحال، يعني بقى زي سير الحدود. أنا ما عنديش حد يزيد في حد الجلد في الزنا زي غير المحصن أو حد القذف ماشي، أو أي حد من الحدود اللي هي أتت العقوبات فيها مقدرة شرعا لا يجوز لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص. إنما الزيادة والنقصان تكون في العقوبات الإيه؟ التعزيرية، في العقوبات الإيه؟ التعزيرية. واضح؟ طيب. بناء على ذلك نراجع عندنا كما إيه؟ والمسألة ما يعني محل خلاف، لكن هذا الذي جعلنا الإيه؟ نرجح القول فيه. طيب، عندنا بقى المخدرات. حكم، تعالوا نشوف بقى إيه؟ المخدرات. المخدرات يا جماعة جمع إيه؟ مخدر. المخدر مشتق من الخد او الخدر، وهو فطور يغشى اعضاء الرجل واليد والجسم، نوع من الفطور يغشى اعضاء الانسان حينما يتعاطى هذا الايه الشيء ماشي. فالمخدرات دي في الاصطلاح او بعض الفقهاء عرفها اصطلاحا وقال ان اطلاق السكر على الحشيشه لأنواع الإخوالك ونحوها يراد منه التخدير. إيه هو؟ اللي هو تغطية العقل بدون شدة مطربة، بدون شدة نواة. اللي بيتعاطاه يريد هذا التخدير، ولحظة يغطي العقل، يغطي العقل، يسكر. عندنا أنواع من الحشيش كثير تسكر، وأنواع من المخدرات نعم لا تسكر لكنها تفتر، لكن إيه؟ تفتر، تصيب بالفطور الشديد والخدر الشديد بالنسبة لأعضاء الإنسان. طيب، إيه حكم بقى الحشيش أو المخدرات من حيث الحل والحرمة؟ اتفق الفقهاء يا جماعة على القول بأن الحشيشة مخدرة، وإن اختلفوا حتى تكون مسكرة أم لا، وأيا كان الأمر سواء قالوا بالإسكار أم عدم الإسكار، فاتفقوا على الإيه؟ على الحرمة وعلى حرمة تعاطيها. ليه اتفقوا على الايه الحرمه؟ اولا تفسد العقل، بل هي اخبث من الخمر في ذلك، اشد افسادا. المخدرات تفسد العقل اشد من افساد الخمر، اشد من افساد الايه. وانا عندي الشريعه لما حرمت الخمره ها كان هذا حفاظا على العقل، حفاظا على العقل، حفاظا على الايه على العقل. يبقى أنا عندي المخدرات فيها نفس المعنى وأشد، وتفسد الإيه العقل، بل وتفسد المزاج للإنسان، بل وتصير الإنسان كما ذكر العلم مخنثا زدياثا إلى آخر ما فيها من مفاسد عظيمة تفوق الخمر. ده بمعنى فهي أخبث أشد خبثا، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا ملاحظ فيه كل من يدمن الايه المخدرات يصاب بل 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 ضررها لا يقف عند الفرق بالعقل فقط، بل عند بل يصل الى اعضاء كثيره بالجسم كما معلوم. يضر اخبرك تضر المخدرات باعضاء الجسم الاخرى اخبرك اشد الضرر، اشد الضرر، فلا يقف ضررها عند العقل فقط، فهي اشد خبثا واشد فتكا واشد ضررا. ولذلك عدى العلماء بعض العلماء عدى تعاطيها من اعظم من كبيره من الكبائر كشرب الخمر. يبقى انا عندي ان هي في الحقيقه ان المخدرات حكمها حرمه كما اتفق الفقهاء، ما فيها سواء اسكرت او لم تسكر من الضرر الذي يلحق الانسان بعقله وغير عقله ما يترتب على تعاطيها من المفاسد الاخرى الشديده، كل هذا يؤكد حرمتها. ولذلك استدل الفقهاء على حرمة الحشيش أو المخدرات بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. فمن الكتاب استدلوا بقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وهذا حاصل في الحشيش والإيه والمخدرات حاصل وبقوة. ده الشاهد الآن إن الخمر حرمت لماذا؟ لما فيها من المفاسد، لأنها تصد عن ذكر الله، عن الصلاة،
تضر إلى آخره، والحشيشة والمخدرات كذلك. أيضا قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، الخبائث، ومعلوم أن الحشيش والمخدرات ها من أعظم الخبائث، من أعظم الإيه؟ الخبائث التي تضر بعقل الإنسان وببدنه ضررا شديدا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مشكل حرام، ما أسكر كثير فقليله حرام، وعندي أنواع كثيرة من الحشيش إيه؟ ها؟ تسكر أيضا، تسكر أيضا. طيب عندنا كذلك في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، وده مفتر زائد عن مسكر. والمخدرات يعني كما هو معلوم عنها تصيب الإنسان بالإيه؟ بالفطور الشديد، بالفطور، اسم الفطور الشديد، ده بمعنى يعني، وده مقدمة السكر، مقدمة الإيه؟ السكر، أن يصاب الإنسان بفطور شديد وكسل يعتري أطرافه وعقله وفهمه، وده معلوم كما هو الحال من متعاطي الإيه؟ المخدرات، تعاطي الإيه؟ المتخدرات، المخدرات. ولذلك يعني كل هذه الأدلة وغيرها تؤيد ما ذهب إليه الفقهاء من حرمة الحشيش والمخدرات، يضاف إلى هذا ها المعقول اللي احنا ذكرناه، الضرر الشديد الذي يلحق متعاطي المخدرات، ضرر على عقله، الضرر على غير ذلك من أعضاء بدنه، كما هو معلوم من أحوال المدمنين وما ينتهي الحال به إلى دمار العقل والجسد، إلى الفساد الشديد الذي يلحق عقولهم ويلحق أجسادهم انتبه معي. طيب العقوبة بقى من حيث الحرمة، ذكرنا قول الفقهاء من حرمتها والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول. طيب من حيث الايه؟ العقوبة، انتبه معي. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية للقول بوجوب إقامة الحد على متعاطي الحشيشة، ماشي، لأن أخبث من الايه؟ من الخمر، أخبث من الخمر، يا ما يزيد على الخمر، يفسد العقل ويفسد البدن من أن يصاب صاحبها بالدياثة، ومتعاطي المخدرات نسأل الله العفو والعافية تغلب عليه الدياثة والتخنث، انتبه معي. ولذلك من أعظم ما يفسد الناس المخدرات، ولذلك تسلط الأعداء اليوم على شباب أمتي، على أمتنا بها، لماذا؟ لما يعلمون مما سيترتب على تعاطيها من عواقب وخيمة ومضار جسيمة تخرج هذا البني آدم من كونه إنسانا سويا معتدلا نافعا لوطنه ونفسه وأسرته. وده أمر مشاهد فعلا، شاهد كثير من يتعاطون هذه الأشياء قد صاروا يعني عالة على المجتمع وعلى الأسر، وصاروا قنبلة موقوتة في المجتمعات، تبي معي. فده أمر مشاهد ومحسوس، تبي معي. فعليه قال والله ده أخبث وأشد، شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن ده لا يتعاطى ليقام عليه الحد، حد الخمر. وزال الجمهور إنه لا يقام الحد عليه، حد الخمر، لكن يعاقب عقوبة تعزيرية كافية لرجعه، يعاقب عقوبة تعزيرية كافية تكفي في ردعه وردع غيره، تكفي في ردع وردعه غيره، انتبه معي. وده ذكره غير واحد من الايه؟ من الفقهاء، بل جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية على انه لا حد، بس تقام عليه عقوبة ايه؟ تعزيرية تكفي في ايه؟ في ردعه وردع ايه؟ وردع غيره، وردع غيره. تابع، ولو نظرنا هنجد الايه؟ الخلاف في هذا بسيط، سواء كما ذكره شيخ الاسلام، طيب غيره لم يرى ذلك او جمهور الفقهاء لا يرون ذلك، لكنهم يقولون بانه يعاقب عقوبه ايه؟ تعزيريه كافيه لايه؟ كافيه للرد. يبقى انا عندي حسب بقى ماذا الرد؟ قبلت يعني يعاقب المتعاطون للمخدرات عقوبات تعزيريه الى ان نصل الى حاله الايه؟ الردع والايه؟ والاقلاع عن شربها والتوقف عنها، والتوقف عن هذا. انتبهوا ليه؟ لان مساله المخدرات امر يا جماعه، خطر المخدرات شديد جدا. المخدرات يعني
الموت الأسود، السم، الزعاف، ناس في المجتمعات حينما ينتشر في المجتمعات شرب تعاطي المخدرات، انتبه، هذه المجتمعات ينتهي أمرها إلى الدمار والخراب، تزداد حالات الانتحار، ويزداد السرقة، ويزداد الاغتصاب، ويزداد الجرائم. ولذلك ما من جريمة نكراء تحدث إلا وتجد في الغالب أن سببها هو تعاطي المخدرات، تعاطي المخدرات. لكن هذه مدمرات، مخدرات مدمرة للمجتمعات. وذلك يا جماعة الأمر يحتاج إلى مواجهة شاملة، مش مجرد بس العقوبة، لا، يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى مقاومة، دعوة، مقاومة. أم في بعض الإخوة يقوم في بعض البلاد عندنا، وكان بعض البلاد هي بلد وينتقل للثانية دوب لسه ما استخرجش أمر إلى حملة لمقاومة الإدمان. وأنا أتمنى أن الأمر ده ينتشر في كل الأماكن. إخوة الدعوة يتمنون هذا، ممكن نعمل يعني دورة هنا أو ندوة هنا، ونأتي بالإخوة اللي هم أصحاب تجربة الآن، وقد بفضل الله عز وجل عوفي على أيديهم عدد من مدمني المخدرات، وبدأوا في الالتزام والطاعة، وكان لهذا أثر عظيم على الأسر. تبع معي أن خطر داهي، فالمخدرات خطرها عظيم جدا، سواء بقى قلنا أن يعاقب صاحبها أو عقوبة تعزيرية. تبع معي كل هذا يعني خلاف وصلتها، لكن يعاقب عقوبة تكفي في ردعه لمخاطرها. وبذلك نكون قد انتهينا من حد خطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.